أنت الآن ترفع يدك وتشرب الماء وتتغدى وتتعشى، أنتم تغديتم اليوم عن طريق أفواهكم، والله العظيم في ناس صار لهم 20 و30 سنة يتغدى عن طريق أنفه، أنابيب تدخل إلى الأنف ويوضع لك كاس حليب وينزع وخلاص تغديت تعشيت. غيرك ما يستطيع أن ينقلب من جهة إلى جهة إلا يجي واحد يقلبه. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أنت تدخل لدورة المياه وتطلع وعادي، غيرك قصة طويلة حتى يدخل إليها. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، كلما رأيت نعمة احمد الله عليها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انتبه لا تستعمل النعمة في معصية. سليمان عليه السلام هنا يقول ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ثم قال وعلى والدي. أنا يا ربي من منذ أن كنت طفلا صغيرا وأنت نعمك تترى علي، أنت تنعم علي من يوم أني صغير على والدي، سترتني وربيتني وسلمتني من الآفات وشفيتني من الأمراض. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله تعالى يريد لما يعطينا نعمة من النعم، لا يريد جل وعلا أن نقدم له خدمات. البشر الآن ربما يعطونك بعض النعم وبعض الخدمات لأجل أن تردها إليهم. رب العالمين يريد منك شكره، يريد أن يسمع منك الحمد لله. الحمد إذا أكلت فقل الحمد لله، شربت قل الحمد لله، الإنسان استيقظ من نومه الحمد لله، خرج من بيته دخل إلى بيته ليكن الحمد على لسانك دائما. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. وهنا يقول سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إني أعمل بالنعمة التي أعطيتني صالحا ترضى. يا ربي أنت أعطيتني بصر، أوزعني أن أشكر نعمتك على بصري، لأن في ناس يعمل ببصره المعصية. أعطيتني يا ربي نعمة سمع أن أعمل صالحا ترضاه، أعطيتني نعمة لسان أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه، أعطيتني مالا أوزعني يا ربي أني أعمل صالحا، ماذا بشتري بحرام ولا أكل بحرام ولا دخان ولا غيره. يا ربي أنت أعطيتني ذرية، أعطيتني زوجة، أعطيتني سيارة، أوزعني أني أعمل صالحا أني ما أعمل معصية. أعوذ بك يا ربي أن يكون مالي سبب دخولي إلى النار، أو عيني سبب دخولي إلى النار، أو أذني سبب دخولي إلى النار، أو لساني سبب أني أزل في النار. أعوذ بك يا ربي من ذلك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأدخلني برحمتك، ما هو بعملي، برحمتك في عبادك الصالحين. يقول عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ذلك سليمان هنا يقول وأدخلني برحمتك، ارحمني يا ربي، أنا الفقير أنا المحتاج، ارحمني يا ربي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم إن سليمان عليه السلام جعل يتفقد الطيور ويتفقد الجند والإنس والجن، وتفقد الطير فقال، في واحد غائب، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف الهدهد يغيب من غير ما يخبرني؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قيل يعني أنتف ريشة وأترك حتى يموت، حتى يتأدب، مرة ثانية ما يذهب إلا بالاستئذان من الملك. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم قال أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا أن يأتيني بعذر يخبرني بسبب تغيبه. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد أيها الأكارم خرج من فلسطين،
واتجه جنوبا وجعل يطير 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 جنوبا حتى تعدى الأردن وتعدى جزيرة العرب، وجعل يطير يطير حتى وصل الهدهد إلى اليمن. رأى أنهارا وجبالا وقصورا ووديان وعجائب، لم يشده كل هذا الذي شده لما رأى امرأة تسجد للشمس. قال كيف يعبدون غير الله؟ فمكث غير بعيد فقال، يعني الهدهد، أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به، أنا عندي معلومة ما هي عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا جئتك بنبأ أكيد متأكد منه، ليست إشاعات ولا وكانت يقولون، أنا جئتك بكلام أنا متأكد، ما جئتك أقول والله ما أدري يا نبي الله، أنا رأيتهم ينحنون يحنون ظهورهم، ما أدري هم قصدهم عبادة الشمس ولا يتمرنون، ما أدري، بعدين ما أدري هي الملكة عليهم ولا هي بنت الملك والملك غايب ولا ما أدري، ما جاء سليمان ما أدري، أنا غير متأكد، لا، جاء بنبأ يقين. وأنت أيضا إذا أردت أن تنقل خبرا احرص ألا تنقل إلا خبرا تاما أكيدا يقينا متأكدا منه. إني وجدت امرأة تملكهم، طيب عادي، إيش الغريب يا هدهد؟ امرأة ملكة على قومها، وش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء، طبيعي هي ملكة أكيد بيكون عندها أرائك وقصور وعندها مال وطعام وخدم وحشم وحرس ووزراء، أكيد ما هي ملكة، إيش الغريب؟ ولها عرش عظيم، برضو طبيعي، إيش الجديد يا هدهد؟ ملكة أكيد عندها عرش، تجلس على الأرض أكيد عندها عرش، إيش الغريب؟ وجدتها وقومها ماذا يفعلون؟ يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بدأ ينكر، ألا يسجدون لله، من هو الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. يخرج الخبأ يعني يخرج الشيء المخبوء، أي شيء مختبئ، كما قال جل وعلا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله جل وعلا يخرج الخبأ، أي شيء مختبئ يعلمه الله تعالى ولا يغيب عنه عبد بشديد الظلام. الهدهد يعلم أن سليمان مشغول فما طول معه الكلام، شوف الكلام مختصر، أين كنت يا هدهد؟ جئتك من سبأ، إذن أنا كنت في سبأ في اليمن، بنبأ أكيد، نعم يقين، إيش النبأ؟ وجدت امرأة تملكهم، أوه إذن الحاكم عندهم امرأة، امرأة وش عندها، فلوس ولا فقيرة؟ وأوتيت من كل شيء، طيب وإيش؟ ولها عرش عظيم. طيب هذا يكفينا، لا تفصل أكثر، لا تعطيني عدد الحرس، ما هو لون العرش، كم عدد الغرف في القصر، إيش نوع الأنهار اللي حولها، ما هو طعامهم، لا تعطيني تفصيلات أنا ما أهتم بها، إيش غيره؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا الهدهد يا جماعة كل الرحلة الطويلة اختصرها لسليمان في ثلاثة أسطر. ليش الهدهد ما فصل؟ ليش ما قال لسليمان ألوان الغرف وكم عدد الحرس والوزراء؟ الهدهد يعلم أنه يتكلم مع إنسان مشغول ما هو فاضي للتفصيلات، فأعطى سليمان الزبدة بس. يا ليت بعض الناس اليوم يفهم مثل ذلك. أحيانا بعض الناس يتصل مثلا يستفتي، أرد عليه، نعم، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ والله بخير، كيف صحتك؟ والله طيب، تفضل سؤالك، عساك طيب يا شيخ؟ والله الحمد لله، والله يا شيخ جزاك الله خير، أنا أصلي معك، بارك الله فيك، تفضل سؤالك، يا شيخ والله زين إنك رديت علي، طيب سؤالك الله يحفظك، تفضل، والله يا شيخ أحبك في الله، بارك الله فيك، الله يجزاك خير، سؤالك بارك، هذا الكلام المقدمات تأخذ دقيقة ونص، دقيقتين، بعدين تفضل سؤالك، قال يا شيخ طيب طيب إن شاء الله بعطيك سؤالي، طيب طيب، تفضل، تفضل.
قال يا شيخ انا والله كنت بروح اعتمر وقلت الوالدة وش رايس نروح نعتمر، تعرف يا شيخ بر الوالدين والواحد لازم انه يبر امه، وتعرف الوالد الله يغفر له توفي، والحين الواحد ما بقى عند الحين انت تنصحني ابر امي ولا عندك سؤال؟ وبعدين يا شيخ والله وافقت الوالدة وقالت لازم تروح معنا خالتك سارة، وادق على خالتي سارة، والله يا الله وافقت، لان يا شيخ عندها بنت مريضة ومساكينة هالبنت دايم يعالجونها، لكن اظن فيها جن يا شيخ، بس قرأ عليها واحد مرة وقال انها عين، ويعطيك تفصيلات والله يا جماعة. وهو يتكلم اقول في نفسي طيب ماذا يريد؟ ما هو السؤال؟ ابدأ اتوقع اسئلة، اقول قصدك تسأل عن العين؟ قال لا ما هو بقصد العين، لا بيجيك السؤال، لا تستعجل يا شيخ لا تستعجل. ويبدأ يخبرني متى طلعوا من الرياض وش نوع سيارتهم وكم عدد خواته واخوانه اللي معه وكم بنشر عليهم لين وصلوا مكة وين احرموا فيه وبكم اشترى الاحرام. ثم بعد قرابة 15 دقيقة تدري ما هو سؤاله؟ وصلنا الحرم والامام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب، كيف نصلي المغرب وراء من يصلي العشاء؟ والله يا جماعة هذا سؤاله جد، وهذا مثال على الاسئلة التي ترد، طبعا مو بكل الناس لكن عدد لا بأس به منهم هذه اسئلته. واحد اتصل بي قبل امس عنده مشكلة، والله يا جماعة اعاد المشكلة نفسها يمكن 4 ولا 5 مرات، وكل مرة تأخذ منه 4 دقائق 5 دقائق، وانا اقول له خلاص فهمت المشكلة يا اخي بعطيك الحل، قال لا لازم تفهم زين، شوف يا شيخ انا علمتك، هي اصلا زوجتي ابوها هو اللي قال لي، قلت يا اخي ادري ابوها قال لك كذا وكذا وكذا، وامها قال لي سبحان الله اثرك سامعني، قلتي قال لكن لحظة بعيد لك عشان اطمئن، ويقعد قرابة 20 دقيقة. والله يا جماعة اني احيانا تخلص المكالمة والجوال فيه يمكن 200-300 رسالة ما بعد قريتها، بعدين انظر كم المدة 23 دقيقة، اقول يا اخي حرام عليك تاخذ 23 دقيقة، كم واحد اتصل ووجد الجوال مشغول، كم ضيعت علي من الوقت بسبب الاستماع اليك. لازم يا جماعة يكون عندنا فقه. واحد اتصل على مفتي في التلفزيون، اختصر سؤالك يا اخي لا تعطي تفصيلات لا يحتاج اليها. واحد يريد انه يقابل مثلا امير ولا يقابل له ملك عنده قضية معينة، مثلا واحد عنده بنت يريد يعالجها في الخارج وقال يا جماعة دبروا لي واسطة لحد ما تيسر له يقابل مثلا الملك، قالوا ترى لك بس 5 دقائق تشرح وضع بنتك وتعطي الملك الاوراق، ودخل سلام عليكم شلونك طويل العمر عساك طيب كيف الصحة عساك بخير، انا والله الله رزقني 4 بنات والحمد لله الاولى تزوجت والله سكنوها في الشرقية مع زوجها تزورنا احيانا ولدها صغيرة بشرك حافظ القرآن الملك طيب هو فاضي لك يسمع قصة بناتك. ثم بعدما تخلص 10 دقائق يجون يقولون له اطلع، يقول يا اخي ما بعد شرحت موضوع بنتي المريضة. قالوا طيب لماذا تبدأ بغيرها؟ انت تتعامل مع انسان مشغول عطاه الزبدة. سليمان مشغول غير فاضي للتفصيلات. يا هدهد لا تعطيني قصتك، كم يوم استمريت في الطيران؟ ما هي الاشياء اللي رأيتها في الطريق؟ ما هي عدد الناس اللي شاهدتهم؟ كم الانهار؟ كم القصور؟ لا تعطيني تفصيلات، عطني الزبدة انا مشغول. فاعطى سليمان الزبدة، قال انا وجدت امرأة تملكهم، هذا مهم ملكهم امرأة ولا رجل ها، واوتيت من كل شيء، او اذا عندها فلوس ولها عرش عظيم، اذا مكرمة عند قومها بنوا لها عرش، ايش المشكلة عندها؟ تعبد الشمس. انتهينا. سليمان لو طلب من الهدهد تفصيلات عطاه. وصل الخبر الى سليمان، الرجل الحكيم هو الذي اذا اراد يتخذ قرارا يتعلق باشخاص يتأكد من الخبر. واحد جاه واحد وقال له ترى والله انا شفت واحدة راكبة مع السيارة وطالعة من بيتكم الظاهر انها زوجتك، انتبه ترى يبدأ يثور ويدخل عليها ويضربها ويطلقها. طيب تأكد يا اخي من الموضوع، تأكد من الخبر. كم وقعت يا جماعة قضايا طلاق ومشاكل وربما قضايا مضاربات وصلت الى قتل بسبب عدم التأكد من الاخبار. سليمان يأتي اليه هدهد بريء طير ويخبره موضوع عن تلك المرأة، ثم يقول قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. ويا ويله لو كان كذاب، يعني متأخر وغايب وتكذب بعد. طيب ما هي اسهل طريقة واسرع طريقة ليتأكد؟ اخذ سليمان ورقة